بتوجيه من وزارة التربية وبمتابعة من السيد المدير العام المحترم، تم فتح باب التقديم للدراسات العليا المتضمنة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 2022-2023 منذ الأسبوع الماضي، وينتهي التقديم إن شاء الله يوم السبت الموافق 12/3، راح تغلق النافذة الإلكترونية. فنهيب بجميع كوادرنا التعليمية والتدريسية والإداريين باستغلال الفرصة والتقديم للإجازات الدراسية وحسب الخطة المعلنة والتي تم نشرها على الإعلام التربوي، بالإضافة إلى التعليمات والمستمسكات المطلوبة وألوان الفايلات التي تم إعمامها على موقع الرسمي للمديرية العامة لتربية نينوى. آلية التقديم سواء كان موظف أو مدرس أو معلم، يعني في بداية التقديم جلب كتاب عدم ممانعة من إدارة المدرسة أو من القسم الذي يداوم فيه، مثبت فيه لا مانع لدينا من إكمال الدراسة وممارسة الاختصاص. بعدها يتوجه إلى شعبة العلاوات والترفيعات لأخذ خلاصة الخدمة. بعدها يتوجه إلى شعبة إدارة الجودة للتقييم السنوي، ثم الوثيقة بالإضافة للمستمسكات والوثائق الثلاثة للتوفل والآي سي 3 والحاسوب. بعدها يختار اللون الذي تم تحديده مسبقا، سواء كان ماجستير أو دكتوراه أو دكتوراه حسب قرار 518 أو دبلوم عالي. بعدها يتوجه إلى قسم التخطيط شعبة إعداد الخطة. تم تشكيل لجان، لجنة للماجستير ولجنة للدبلوم ولجنة للدكتوراه، يقومون بتدقيق هذه المعلومات الإلكترونية مع الأوراق الثبوتية في الفايل. في حال أنه المعلومات صحيحة ومطابقة يتم تزويد المتقدم بوصل مراجعة، ثم ينتظر إعلان النتائج النهائية والتي تكون في سيرفر الوزارة. طبعا التقديم هاي السنة إلكتروني، راح نزود إن شاء الله بنسخة من قاعدة البيانات مثبت فيها اسم المتقدم مع نقاطه، وسيتم إعلان الأسماء حال اكتمالها وإعلانها من الوزارة على الإعلام التربوي، مع تمنياتنا لجميع المتقدمين بالموفقية والنجاح. المهندس ياسر محمد مجداب، مدير قسم التخطيط التربوي في المديرية العامة لتربية نينوى.